الثقة بالنفس دائما منعزز هي العادة أو هي الخصلة بحياتنا بشخصيتنا بالتفاصيل يلي منعيشها عن طريق أساليب عديدة منا يكون لون ممكن يكون مشوار صغير أشخاص موجودين بحياتنا عادات ممكن نمارسها وتحديدا خلال فصل الصيف يلي دائما بتكون الفسحة فيه أكبر بأيامه الطويلة المميزة اللطيفة نوعا ما والأجواء يلي بتوجد وبتكون مترافقة مع هذا الفصل وإن شاء الله يعني هاي الطاقة تنعكس لكم مشاهدينا وين ما كنتم عم تتابعونا عبر شاشة العالم سوريا بدينا معكم حلقة جديدة من برنامج دامسكو بأجواء المميزة والصيفية لليوم والوان الفرحية يسعد لي أوقاتك يا فاطمة يسعد أوقاتك بشار يعني مثل ما قلت اللون بيعكس جو جو هذا الفصل الجميل يلي نحن حنترافق فيه بهذا الوقت مثل ما قال بشار بطاقه ايجابيه وافكار ايجابيه مع ضيوفنا ساعه من الوقت حنترافق فيها وكمان في عنا استطلاعات مميزه بتحكي عن عن الصيف المشاريب الخاصه فيه والعصائر وشو الطرق اللي ممكن يتبعوها الناس ليخففوا من حر هذا الفصل الجميل خلونا نشوف كل هالتفاصيل بالعناوين ببدايه حلقتنا رح نحكي عن العمليات التجميليه للجسم بين الجراحه التقليديه والتطور الطبي ورح نسال عن اليه تعزيز الثقه بالنفس ونتعرف على شابه سوريه تبدع ب ارت البداية مشاهدينا حتكون من فقرة تاج العافية وحنحكي اليوم عن الإجراءات التجميلية الجراحية اللي بالسنوات الأخيرة تطورت وتجاوزت فكرة الجراحة التقليدية وبعض الأحيان حتى المخاطر تجاوزتها أكيد فاطمة اليوم مع الدكتور حازم سليمان العلي الاختصاصي بالجراحة التجميلية والتصنيعية رح نتعرف أكثر عن التقنيات الجديدة المستخدمة بمجال التجميل عن السلبيات والايجابيات ايضا عن المعايير والاخطاء اللي ممكن توقع بهي العمليات كل هاي التفاصيل رح نتعرف فيها مباشره وعنا ايضا مع الدكتور اللي صار معنا ضمن الاستديو اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك, أهلا دكتور المشاهدين اهلا فيك دكتور بدايه اذا بدنا نحكي عن الاجراءات التجميليه الجراحيه طورت وتجاوزنا هاي الفكره كيف بتخبرنا عنه الجراحة جراحه تجميل مثلها مثل كل الجراحات الثانيه وخصوصا لا بالعكس هي بتكتسب يمكن شوط اضافي عن الجراحات <applause> الثانيه لانه <applause> يعني صارت محط انظار الجميع صارت متناول الكل بين كل الناس لذلك صار في يعني مثل تنافس كثير كبير وصناعه اجهزه وصناعه مواد وابتكار طرق جديده والاجهزه خصوصا الاجهزه الطبيه التطور فيها صار كثير كثير كبير لذلك رح نحكي عن هذا المجال هلا هل انه آه طبعا بس ما فينا نتجاوز الاجراءات التقليديه اللي هي صارت يعني هي بصراحه المنبع لكل شيء تمام هلا آه هل آه نحن بدايه عن نحكي عن انواع آه الجراحات التجميليه اذا بدنا هيك تفاصيل اكثر ايه طبعا هلا هل نحن رح اقسم انا بس رح نحكي عن شق كثير صغير انه عندنا بجراحه التجميل يعني في عنا مثلا هلا تطور كثير كبير بجراحه ما بعد البدانه في جراحه البدانه هي ان كانت سليف باي باس حسب الشقين اللي هنن بيمشوا فيهم ما عم يتعرض المريض لبعض العملية جراحة البدانة بعد ما ينقص وزنه وكذا لترهلات كثير شديدة بالجسم يعني صارت تشمل مناطق ما كنا نشوفها قبل يعني عم نضطر نتدخل عليه طيب. تمام آه هلا هي انا ليش عم بحكي عن هذا الموضوع هذا لنعرف مثلا انه هذا المريض اللي فقد مثلا آه ان كان 40 كيلو من وزنه او 100 كيلو من وزنه مثلا هذا ما عاد ينفع نحن نقول عنه والله انه بدنا نعمل له جراحه مثلا مثل الجراحات الحديثه اللي بدنا نحكي عنها او الاجهزه الحديثه اللي بتعامل معها هون صار في ترهل شديد في 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 جلد في عضل بده ينشغل عليه فلذلك هذا كان هاد لا زال ودائما بده جراحه تقليديه عاديه، اما الشق الثاني اللي بدنا نحكي عنه هو الاجراءات مثلا الحديثه الصارت الغير باضعه اللي بدنا نحكي عنها يعني اللي بنقول اقل اقل إنفيزيف انه ما تصير تطورت كثير صناعتها هي أنا يمكن ذكرتي تحت الهواء كذا شغله بس ما بدنا نذكر اسماء هلان الشركات او حنضطر مشان ما يزعلوا من اصحاب الشركات ما زالت هي انه مثلا تكسير الدهون بدون ما نعمل اي ثقب بجسم <applause> للاسف اجراءاتها هي نتائجها محدوده جدا 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 بظن انا انه في تهويل اعلامي حول النتائج حول كثير رغم انه برا عندهم خبره فيها اكثر منا كثير ومع هيك عم بياكدوا انه ما في هالشغلات. نتائج غير مضمونه. تماما، نتائج غير مضمونه، في تطور منظور جديد مثلا لاجهزه جديده في العالم يعني كثير ابريتس عم تنعرض لتقنيات لنيو تكنيك موجوده مثلا لتكبير العضلات. تماما. وهذا مجال دعايه كثير بس خليني نوه عنه هذا ان شاء الله نحن يعني مثلا تكون نتائج كثير موثوقه مثلا انه. حدا يكبر عضلي مثلا مثل عم يعني يلعب بالنادي لشهرين شغله كتير كثير موجوده بدون اي جراحه وبدون اي شيء هذا موضوع من حب هي سبع تكبير علم. تكبير الصدر او سبقت تماما هذا شيء ثاني يعني مثلا مثل هذا مثلا مثل اللي هو مثلا إحنا متعودين انه جراحه التجميل هي للسيدات <تصفيق> مثلا صارت للشباب كمان هلا هذا الشباب مثلا بيروح بيلعب بالنادي ليكبر الترايسبس مثلا <applause> انه لمجال معين ممكن بجلسه وحده يختصر شهرين بالنادي هذا يعني افق جديد نحن على الغير باضعة الممكن اللي كنا نحكي عنها انه اقل انفيزيف اجراء خارجي تمام بس لسه الموثوقيه بهي الاجهزه ما زالت لسه محدوده طبعا هي بعيده عن البوتوكس اللي عم بيتناوله يمكن حتى مراكز تجميليه طمعًا. هي اجراء جراحي بيصير آه هاي بدي نوي عليها لا بس تنويها إنه تصحيح للفكرة هلأ نحنا كثير من المرضى في كثير إجراءات غير جراحية ممكن نعملها. تمام اللي بدأ هو من الشيء الاكثر شيوعا اللي حكيتي عنه هو البوتوكس مم. البوتوكس هذا السم الصغير اللي صار بمتناول الجميع هو ماده سامه بصراحه البوتوكس مم. صحيح يعني تفرزها هي زيفانات من جراثيم آه هذا ابسط شيء للعنايه بالبشره مثلا عنا اجهزه العنايه بالبشره هي كلها اجراءات هي غير جراحيه وصارت متناول الجميع تمام واجراءات بسيطه وغير مكلفه تماما يعني دكتور اليوم يعني اذا بدنا نحكي عن موضوع الميزات لهي الجراحات الجديده والتقنيات الجديده اللي عم تدخل بمجال التجميل تخبرنا عن ميزاتها وايضا اذا بدنا نحكي بالمقابل السلبيات اللي ممكن يعاني منها الخاضع لهي العمليات تماما هلا نحن اول شيء لازم انا بحب ميز شغله كثير واضحه مشان ما يخربطوا الناس والله انه انا مثلا مثلا وحده عديده ولادات مثلا تمام في ترهل جلدي وعضلي أنا بدي أروح أخضع على هذا الجهاز والله سمعت الدكتور عم يحكي عنه على التلفزيون يعني دكتور كثير سيدات مثلا تماما مثل ما قلت إنه بيصير عنده ترهل بالجسم بتروح بتقول في جلسة كافيتيشن خلينا نسمع أو كريو أو كل هدول الأشياء اللي عم نسمعها بدنا نحكي عنها فهل هذا الشيء عم يعطيه حل ولا لأ الحل الأساسي والفكرة الأساسية لازم ننطلق منها تماما إنه اختيار الطبيب المناسب شو الطبيب المناسب هو طبيب جراحه التجميل، طبيب جراحه التجميل تمام هو طبيب لازم يكون يعني حائز على هذا الاختصاص ليوجهها صح يعني مثلا عديده ولادات عندها جلده مترهله منيح عندها عضلات عندها اربع اولاد خمس اولاد مثلا أوه. شو ما عملت هي ما راح يمشي الحال اذا ما لها العمليه المثاليه اللي هي اكثر شيوعا حول العالم مثلا تومي تاك مثلا انه شد البطن بالجرح الكلاسيك هون لازم يكون توجيه المريض هو الصح لازم يعرف وين يمشي المريض عنده خيا لازم يوجهه طبيبه بشكل صح وما مناسب انا لازم اروح بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه <applause> تمام اما اذا في عندنا مثلا لوكلايزد فات مثلا انه شحم موضع بقرن صغيره مثل خاصره صغيره عند صبيه صغيره مثلا تمام هي شو, آه شو الاجراء اللي آه ممكن تمام هون يعني حتى هذا مثلا اذا خضعت للاجراءات غير الجراحيه كمان محتفظ فيها هي المعلومات رغم انه هلا نحن اللبو ما نعمله بثقوب كثير صغيره وباجهزه متطوره جدا 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 تمام يعني تطورت كثير تقنيات مثلا ما بدي فوت بين تقنيات الليزر والالترا ساوند والفايبريشن وهي الشغلات آه ثقب كثير صغير قطبي وحده هاي فينا نقول اقل إنفيسف كمان هذا آه هذه الشحوم لوكلايزد آه، انه فينا نحن بنركز فيها بنشيلها بكل سهوله بس حابب ركز بشغله كمان انه نحن كمان لازم نميز المريض مثلا انه والله انا كمان لازم يعرف انه كيف رح اذا مريض بدين مثلا عنده بداني معممه مثلا والله انا الجلد او تماما انا بدي اروح لعند دكتور والله عنده آه ممكن يعمل لي يشفط لي دهون 5 كيلو 6 كيلو ينقص وزني لا لازم يعرف المريض شو الترتيب الصح، نحن الدهون اللي بنشفطها مو انا لما بشلك مثلا 4 لتر او 5 لتر انت رح تخس هدول ال لتر او ال كيلو رح نزلك او 15، لا هذا ما بصير، مكونات الجسم في فات، في مي، في بلاد تمام. تمام لازم يتناسب بينها هون لازم توجيه المريض بشكل صح، مثلا المريض البدين مثلا اللي عنده بداني معممة بنحسب له نحن شيء اسمه البي ام اي مثلا البي ام اي اندكس هو مقياس هو اه طول اه الوزن على مربع الطول تمام؟ هون نحن بنوجهه اذا كان عندنا اكثر من 35 مثلا اه او اكثر من 40 ومرافق لامراض ثانيه لازم يتوجه باتجاه اه باتجاه ثاني بعيد عن شقوق جراح التجميل، هو طبعا جزء متقاطع مع جراح تجميل هو عمليات البدانه انه نحن هذا لازم يخصص وزنه بطرق اخرى يقص المعدي تغيير المسار او حلقه او كل هدول بغض النظر بالون معد حسب الحاله يعني كل حاله لها ترتيب كل حاله طبيه يمكن تستدعي تماما اما اذا عنده والله مثلا مريض مناسب جدا جدا عن مريضه عندها لوكلايزد فات انا بركز على كلمه لوكلايزد لازم يكون الشحم موضع بمكان معين حتى نستفيد يعني انه انا عندي والله المنطقة فيها ديفو هي اسمها اصلا لوكلايزد فات ديفورميتي هذا الشحم الموضع هون نحن اي هذا انا فيني بشتغل عليه تماما وبتاخذ نتيجه كتير ممتازه هون لازم يختار المريض الطريق الصح تمام. وطبعا هذا المريض مو من واجبه كمان هو بيروح بيسال لازم, لازم يتجه على او لازم يتجه على الاختصاصي الصح ليوجهه صح ليعرف شو يشتغل صح تمام. ويستفيد كمان لانه كله مسؤول عن النتائج صحيح <applause> اليوم موضوع الابر اللي عم تكون منتشره مؤخرا بالاسواق او حديث الناس لنقول ابر تؤخذ لتخسيس الوزن اخذت ابره لاخفف الدهون قديش هذا الشيء صحيح بعيدا عن الماركات اللي هلا ما راح نذكرها تمام. خلينا خلينا بالسيف سايد قديش هي النتائج ممكن تكون مضمونه قديش ممكن تاثر وخاصه اذا ما كانت عم تاخذ عن طريق اختصاصي او طبيب تجميل يعنى بهذا الطبيب. طبعا كثير تخصيص الوزن هو الشغل نتيجه هلا فينا بنقول البدانة منتشره حوالي فينا نقول 40% من السكان تقريبا <applause> نتيجة تغير اللايف ستايل تبع الناس وطبيعه الاكل وطبيعه الحياه بيلجأ الحب الكثيرين مثلا بيقول لك انا ما بدي اعمل عمليه مثلا بدي ألجأ لطرق ثانيه بسمع كذا مثلا ما بدي اي طريقه اي طريقه لانقاص الوزن اي طريقه لانقاص الوزن هي طريقه سليمه تماما لازم تكون عبر اخصائي متمرس مثلا رح ناخذ نحن طريقين يمشي فيهم المريض عندك اما كنت انت طريق الجراحه مثلا بدك تختار العمليه المناسبه لك انت لا ينزل وزنك هون انت اخترت النوع اللي بدك فيه بالاوبريتيف بدك انت بالسيرجري بدك تفوت الطريق الثاني في يختار اطباء التغذيه يعني البرامج الغذائية كتير مهمة غذائية يعني تماما يعني كثير عم تعطي نتائج كمان كويسة بده يكون عندك صبر بده يكون طول يعني وبحب نوه كمان حتى مريض الجراحة اللي بيعمل عملية إذا ما التزم بتعليمات مريضه مو أنا عملت العملية وخلص نزل وزنه <applause> والله از رحت انا بلشت اكل سكاكر وهيك شغل ما استفيد شيء صحيح لانه كميه صغيره بتروح لا. آه الابر المنتشره مثلا في آه كثير انواع بصراحه انه والله انا بدي ضل احقن بالبطن مثلا عندي تمام. من عندي منطقه البطن بدي ذوبها للاسف يعني في كثير آه سيدات عم يجوا يقولوا انه بدل ما نعمل نحن عمليه جراحيه آه ما نقول ما بتفيد <applause> الانذار محتفظ فيه تماما، انا برايي ما, ما بتفيد ما بتفيد ما بتفيد، لازم يكون في تدخل من الطبيب <applause> لهي المنطقة حسب مكانها، حسب حجمها، آه، هي فات موضعة، شو الطريقة السليمة؟ دراسة <applause> الم... يمكن تجاوب الجسم او او تجاوب المريض دراسة المريض بشكل عام لا نعرف كيف نحن بدنا نعالجها لهي الشغلة بعد هذا الشيء بتقول السيدة بعد ما عمل إبر بعمل تكسير شحوم بعمل مرحلة يعني في مراحل بتقلك إذا ما عملتها هاي المراحل ما بوصل للشيب اللي بدي إياه أو تكسير الشحوم هل هاي هي التقنية صحيحة أو لا ما في هيك شيء تماما هلا الشيبنج للجسم يعني انه الشاب الجسم الشيب بشكل عام هو اختصاص جراحه التجميل يعني ما في حدا يغير الشاب الا يكون طبيب جراحه التجميل منتشر كثير مثل اللي حكيتي عنهم والله امواج من خارج الجسم لتنحيف اكياس النايلون من كانت معاطف نحكي باللغه العامه يعني اللي كان ابسط شيء يعمله الواحد هاي الطرق عاديه ممكن تنزل شوي تماما بخساره المي من اللي. بس الفات بشكل عام اذا ما كان في تداخل معين تمام؟ انا آه براينا ما بت يعني ما بتنشال اذا كان المريض مستطب للجراحه وهلا اللي سكشن نحن كثير عم نشتغل عليه تمام؟ آه هو ثقوب صغيره لا تتجاوز مم. واحد ونص مليمتر فقط لا غير يعني ثقب كثير صغير لنستهدف هاي المنطقه ونشيل الفات بالاستطباب الصح تماما دكتور اليوم بدنا نروح شوي لموضوع الاخطاء المرتكبه بعمليات التجميل قد ممكن يكون عنا في اخطاء فادحه غير قابله للتعديل او التصحيح وهل في ايضا اخطاء فادحه غير قابله ايضا للتعديل تماما هلا دائما باي مجال التصحيح بيكون اصعب من الشغل لاول مره بس تصحيح ما نو انه شيء مستحيل، انه impossible لا دائما بالامكان، بس تصحيح لاي مجال. آه انا برايي رح نجمل هلا رح نحكي شغلي خارج السرب مثل ما بيقولوا، بعيد عن كل المعطيات اللي نفوت بهالمجال، لا شكل الجرح هيك، لا شكل الجرح هيك، التحدي الكامل اللي ما يصير مثلا انه بين الـ بين الـ كل شيء يتعلق بالتجميل هو اهم شيء المناقشه بين الطبيب والمريض أمان. دائما نحن لنحصل ما نحكي عن الشيبنج لنحصل على شيب مناسب جدا وشيب مثل ما بيقولوا رائع والله كثير ممتازه العمليه دائما في تحدي بين السكارز والنتيجه أمان. المريض لازم يتقبل سكارز مثلا انا بدي اشتغل رفع الثدي بالطرق الحديثه جدا هلا طورنا متطورت كتير يعني تماما جراحه الثدي مثلا رفع الثدي الماستوبكسي بين ان كانت انفيرتيتي يعني انه جرحين جرح من تحت وجرح من الشاقولي والجرح الافقي لا الفيرتيكال سكار هو الجرح الشاقولي فقط جرح عامودي على السدة هي احدثت ثورة مجرد اختصرنا جرح دائما لازم يتناقش الطبيب والمريض بالسكارز هلا اللي بدنا نحكي نحن دائما انه شو الاخطاء الفادحة ما رح نفوت انه والله لازم يكون جرح من هون وجرح من هون هذا شغلة جراح التجميل بنتركها جراح التجميل هو اللي بيحدد دائما الخطأ الفادح واللي يصير عنا وبرا ووين ما كان عنا للاسف باكثر من نرجع عم نحكي وما نحكي بكل محل انه ما تتوجه لعند طبيب ما له اختصاصي بجراحه التجميل تمام. هذا الطبيب درس وحصل عن لا تجميليه صارت عم تعمل هالتقنيات للاسف التعدي غير مسبوق تمام. غير مسبوق من الكل كل الشكر لك دكتور على المعلومات اللي فتنا فيها اكيد وفدنا فيها المشاهدين اليوم لكل حدا مقبل لعبة. على عمليه من اي نوع كانت كل الشكر لك دكتور حازم يعطيك العافيه شكرا كثير لك دكتور يعطيك العافيه في معكم مشاهدينا اما هلا فرح نروح للعصائر المخصصه واللي بتتعلق بفصل الصيف واللي موجوده ايضا بهذا الفصل عن غير الفصول شو هي هي العصائر خلينا نتابعها بالتقرير القادم نتابع سوا مثل ما منعرف انه درجات الحرارة بترتفع بشكل كبير بفصل الصيف، بصيروا محبين الشتاء يعانوا من الحر، ولهيك هدول الأشخاص بحاجة لشيء مدن بالطاقة خلال اليوم عن طريق أفضل خمس مشروبات صيفية نصح بها خبراء الصحة. أولا الماء اللي نصح الخبراء بشرب ما لا يقل عن لترين يوميا، واللي تعتبر كفيلة بتعويض الجسم بالسوائل اللي فقدها وتحميه من الجفاف. أما تاني مشروب هو عصير التفاح اللي بيحتوي على طعم لذيذ وفينا نمزجه مع فواكه أخرى مثل التوت أو الفراولة وتالت شيء اللي متوفر ببيوتنا كلنا هو عصير البرتقال اللي بيحتوي على أفضل الفيتامينات منها فيتامين سي وإله فوائد كبيرة في فصل الصيف منها أنه بيحمينا من كترة العطاس بيمد الجسم بالطاقة وبيعوضه عن السوائل اللي فقدها رابعاً عصير الرمان اللي يعتبر من أهم العصائر الطبيعية المنعشة اللي بتعطي الجسم الرطوبة وبتقضي على العطش والجفاف خصوصاً في فصل الصيف الحار. خامساً عصير العنب اللي بيحتوي على عدد معتدل من السعرات الحرارية وبالتالي فهو بيتناسب مع متبعي الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن. سادساً عصير الموز اللي بيمنح شعور سريع بالنشاط والحيويه بمد الجسم بدفعه سريعه من السكر الطبيعي والألياف اللي بتساهم بابطاء عمليات هضم السكر وهذا الشي بيمنح شعور باليقظه يستمر لساعات عدم الثقة بالنفس واحدة من المشكلات اللي ممكن تواجه الإنسان بكثير من مجالات الحياة والأفكار السلبية بشار يعني بتأثر على الشخصية بشكل عام أكيد فاطمة يعني اليوم موضوع الأفكار السلبية ممكن كثير يأثر على مجريات حياتنا اليومية ممكن يوقف عجلة الحياة بالنسبة لنا تطورنا تطور شخصيتنا وتعاملنا مع المحيط الموجودين فيه اليوم رح نتعرف على الطرق اللي بتساعدنا بتعزيز الثقة بالنفس رح تعرف على التقنيات مهمة وممكن نطبقها بيومنا لنقدر نبدا بشكل سليم وصحي ومناسب للتعامل مع الاشخاص الاخرين مع مدربة التنمية الذاتية رائدة باكر يلي صارت معنا ضمن استديو دامسكو لليوم، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم ومساء التفاؤل والسعادة والسلام والاطمئنان والتوازن العقلي. اهلا وسهلا فيكي استاذة، يعني بداية نحن نحكي عن الأفكار السلبية اللي بتأثر على مجريات حياتنا، هلأ كيف نعرفها؟ طبعا الأفكار السلبية هي الأفكار اللي نحن بنكتسبها نتيجة الحياة، نتيجة المشاكل، نتيجة الصدمات، نتيجة التوتر النفسي، نتيجة البيئة، نتيجة الصداقة، نتيجة البيئة الأسرية، كلها بتعمل عنا مخزون باللاوعي فبتأدي إلى مشاعر سلبية، هلا الدوام السلبية هي ما بالضرورة تكون سلبية، ممكن تكون إيجابية كمان، لكن الدوام السلبية اللي نحن عم نعيشها هلا بالوقت الحاضر نتيجة افكارنا السلبيه الافكار السلبيه هي اللي موجوده راح تعطينا مشاعر سلبيه وهالمشاعر السلبيه هي بالتالي راح تعطينا سلوك سلبي وبتكون منعكسه على تصرفاتنا وعلى نتائجنا بشكل سلبي تماما كلياتنا عندنا مشاعر سلبيه وشي طبيعي يكون عندنا مشاعر سلبيه لكن لازم نعرف الرسالة من هالمشاعر السلبية ليش نحن عنا هاي الرسالة السلبية ليش عنا هاي المشاعر السلبية مو دائما المشاعر السلبية هي سلبية بحد ذاتها لكن في رسالة لازم توصلنا من هالمشاعر السلبية مثل الوقت انت بتكون جوعان تروح بتاكل بتكون عطشان بتروح تاكل <applause> نفس الشيء المشاعر السلبية بيكون في شيء لازم نغيره بأنفسنا من خلال هذه الرسائل السلبية وفهم المؤشر تماما اليوم أستاذي اذا بدنا نحكي شوي عن موضوع الثقه بالنفس اليوم في اشخاص بنشوف عندهم ثقه بالنفس كبيره جدا شو اليوم الاسباب اللي بتدفعنا او توصلنا لموضوع الثقه بالنفس واذا بدنا نعطي تعريف بسيط هيك لموضوع هلا الثقه, الثقة بالنفس. بالنفس هي الايمان بقدراتك بنفسك باهدافك بقيمك هو الايمان بذاتك انا بسمي الثقه بالنفس هو العمود الفقري لشخصيه الانسان بدونه ما حدا بيحترمك اذا انت ما احترمت ذاتك كيف العالم بدها تحترمك سواء على الصعيد الشخصي ولا العملي ولا الاجتماعي ولا الاسري صحيح الثقه بالنفس ممكن تكون ثقه مطلقه ممكن تكون ثقه محدده ما بالضروره تكون ثقه متكامله في جانب ما انت قليل الثقه بنفسك في اشخاص كثير ببالغوا بالثقه بنفسهم بنفسهم اذا بدنا نقول هل هذا الشيء غلط طبعا هذا هذا الشيء لازم نسيطر عليه طبعا لانه نحن ثقتنا بنفسنا ما بتوصل لدرجه الانانيه والغطرسه لانه نحن من فوائد الثقه بالنفس انك تكون انت متقبل قادر تحل مشاكلك بنفسك قادر تواجه قادر يكون عندك تحفيز ذاتي قادر انت تاثر على الاخرين قادر تكون حكيم لكن اذا انت ما وصلت لهي المراحل من الثقه بالنفس والابتكار والابداع ما استفدنا شيء من الثقه بالنفس الثقه بالنفس هي تصنع من الفشل نجاح تمام. تمام. أستاذ اليوم يعني بين الثقة بالنفس وبين الأفكار السلبية دائما يمكن بتسيطر علينا موضوع التوتر بحياتنا مع المواقف اللي عم نعيشها أكيد مع الحالة العامة للكوكب يمكن مو بس بسوريا اليوم أكيد موضوع التوتر الدائم كل يوم كل موقف كل أكيد تفصيل أكيد بين الثقة بالنفس والأفكار السلبية شو دور التوتر اليوم؟ التوتر هو خلينا نقول التوتر هو عدم اتخاذ قرار قيمي تراكمي بيصير عندك توتر هذا التوتر بيخلق مشاعر هاي المشاعر ممكن تكون غضب ألم حزن تشاؤم عدم استحقاق اللوم ذم النفس فبنترجمها نحن بهي الطريقة نحن شو لازم نعمل ندرك هاي المشاعر نعرف نوعية هذه المشاعر حلل هذه المشاعر وين أنا مشاعري ضعيفة شو السبب أني أنا مشاعري وعاطي هذا الجزء شو بيناسبه <applause> شو بيناسبه ممكن يكون ناقصني حب ممكن يكون ناقصني اهتمام ممكن يكون ناقصني استحقاق شوفه بنفسي مو شوفه من الخارج ما بداخلك ينعكس على الخارج فأنا وقت بحدد شعوري ونوعية شعوري وبتقبله مشان ما يرجع يراودني يا ما في ناس ما بتتقبل تهرب تهرب للملذات الحياتية تهرب للملذات السطحية اللي بتروح لأماكن أبو. أماكن حتى تفرغ هذا هذه الشحنات او هذه المشاعر المشاعر هي محركه طاقيا انت بس تلاقي حالك ذبذباتك طاقيه منخفضه اعمل على رفعها على سويتها ما طرق كثيره اولى هذه الطرق عمل استرخاء صحيح خليه سيستم حياه كل يوم عشر دقائق استرخاء مع نفسك شحان نفسك خذ نفس عميق ما في احلى من النفس انك تاخذ نفس عميق وتكتمه وتخرجوا بهدوء لطرد هذا التوتر وهذه المشاعر لأنه إذا أنت كنت متوتر رح يأثر على حياتك وقراراتك وحياتك رح تكون فاشل بالنهاية هاي الأمور السلبية أستاذة أه مثل ما ذكرتي فيها أه كثيرة يعني توتر قلق تفكير زائد أه ممكن يكون شيء سلبي على حياتنا كيف فينا نستبدله بأمور إيجابية بدلا تماما حلو كثير هالسؤال وكثير رائع نعمل توكيدات إيجابية بدل ما انا اعمل ايحاءات ايجابيه قوم اكتبها على ورقه وحط مقبيلة ايحاءات ايجابيه ويا ما في ناس شفيت بسبب الايحاءات الايجابيه وقفي على المراي قولي انا استحق انا روح من روح رب العالمين انا استحق الافضل انا جميله انا احب ذاتي واذكر اسمك عيش الصوره الذهنيه الجميله عن حياتك طلوق ذبذبات وافكار الكون رح يساعدك انك تكون ويشحنك بطاقه الكون، يكون في انسجام، في تامل، روح الطبيعه، عيش مع في احلى من الطبيعه، انسجم مع الطبيعه، مشي حافي، معلش لو بدي هلا انا هيك شوي اعمل لكم غني اطلع من الحاله، راقب افكارك، ما تشحنها، في قانون بيقول ما تركز عليه يصبح عليه، يعني انت بحال الم رح يزداد المك، انت بحال حب رح يزداد حبك. بعيد عن الاشخاص السلبيين بحياتك وهي اهم شيء بعيد عن الاشخاص السلبيين هدول السلبيين عم يعطوك طاقتهم انت اطلع منهم <applause> خلق لحالك ناس ايجابيين خذ منهم هي الطاقه الايجابيه ما تفكر بالشيء السلبي لانه كل ما فكرت بالسلبي رح تجذب الاكثر ما انت عقلك اللاواعي مغناطيس برمج على حالك وخصوصا قبل النوم كون سعيد بعدك حضرتك عم بتقلي كون سعيد بتفيق سعيد عاطفي مره ناس كثير بيقولوا لي اسيره الطلاب بتحبك لاني انا بحبهم فانت مثل ما بتصدر رح ينعكس اكيد عليك. رح ينرد لك صحيح استاذه رائدة اليوم بما بالاشخاص اللي بنصادفهم دائما بنسمع مصطلح الشخصيه المهزوزه اليوم، قديش <applause> الفرق بينه وبين شخصية الشخصية قليلة الثقة بالنفس، هل هي نفسها بتنطبق ببعض الأفكار وكيف فينا نطغى أو نخفي إذا بدنا نقول أو نعالج الشخصية في فرق طبعاً كثير جميل، في فرق بين الشخصية المهزوزة والشخصية الغير واثقة، هذا إنسان اتكالي الغير واثق أو المهزوز، هذا إنسان واثق، هذا ناجح، هذا فاشل. الانسان الواثق او الغير مهزوز بيعتبر الفشل هو خبره وتجربه بالحياه وبيتعلم منها درس بينما المهزوز بيحط اللوم اي والله الظروف عملت فيني هيك لا الانسان الانسان الواثق من نفسه بيستفيد من اقل الفرص ليكون ناجح لاثبات وجوده اصلا لغه جسده بتبين مهزوز من غير المهزوز شيء طبيعي صحيح صح. استاذ قبل الهوا كنا عم نحكي عن تكنيك او تقنيات ممكن نحن نعزز فيها ثقتنا بنفسنا او نبني فيها شخصيتنا او نفتح مداركنا طاقه سلبية. سلبية. فرغ هالطاقة السلبيه كثير حلو في عندي تكنيك عملي في عندي تكنيك نظري تكنيك العملي ممكن انا وقت الاقي حالي كتير متوتره ومو اضبط حالي وراح اغضب وراح اعيط يعني ما عليك كسري عيطي ابكي راقبي هذا الشعور ممكن تضربي على ايدك هون او هون او هون او هون او هون أو بيقون بالاعلى لانه هون مركز هون المركز او من قفا ايديك سرحي للمسارات تطلع وتتفتح حتى تضرب هذه الطاقه السلبيه او ممكن انت تعملي حمام ملحي تعملي استرخاء او ممكن تسمعي ضجيج حتى يطغي على الفكر اللي هي مأثره عليك وعم تسبب لك هذا التشوش وهذا الوجع اللي انت جواتك، في شغله لازم نعرفها؟ إذا أنت ما تحررتي من هذه الأفكار السلبية بشكل صحيح لتراودك وراح تتكدس بجسمك على شكل أمراض، إحنا بغنى عنا أنه حرر اطلق هاي المشاعر هي ضيوف لتعلمك شيء. انه لازم تغيره بحياتك طبعاً. غير كلماتك تتغير حياتك في لازم من هيك كلمه أبدا. اكيد <applause> استاذه يعني كنا عم نحكي عن موضوع آه شخص بفيق الصبح انا بلا طاقه بعيدا عن الامراض الجسديه ما آه بدي احكي مع حدا تماما ما بدي احكي مع حدا ما قادر احكي كلمه اليوم مع انه انا نمت قبل بيوم تمام اموري بالسليم وكان يمكن عندي اشياء آه بفرح فيها يعني. او مبسوط فيها شو هذا شو السبب هو نتيجه تراكمات معينه هو نتيجه تراكم هي الطاقه السلبيه بحياته تماما نحن شو كيف عن... نقدر نعالجه <applause> <هي الأهم. تصفيق> جميل تماما هلا نحن شو بنفكر النوم بيجي للنام مية فكرة وفكرة 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 طيب طب أنا عم فكر بالألم وعم فكر بالحزن شو بتوقع رح فيه؟ رح أجذب وأنا نايمة مغناطيس الأكثر ألماً لا لازم قبل ما نام أعمل استرخاء بسيط اطرد كل هي الافكار السلبيه وحط محل افكار ايجابيه وبرمج عقلك اللاواعي لا ينام يستطيع ان يغير من خلال التاكيدات الايجابيه وايمانه بربه طب وين يقيننا وين ايماننا برب العالمين اذا انا كل فكره بدها تزعجني وكل فكره بدها تعمل لي لا خلي ايمانك برب العالمين قوي كثير وعندك يقين وعندك ان رب العالمين لا في في مثل بيقول او في مقوله بالقران الكريم لا يغير الله ما بقوم الا ماذا غيرنا ما في انفسنا، فغير ما في نفسك لا تنام وانت حاطط فكره سلبيه رح تجذب السلبيين لحياتك. تمام استاذه في كثير اشخاص في عندهم عمليه مقارنه، يعني بيقارنوا حياتهم بحياه اشخاص ثانيه، بيكونوا مام. مثلا سعداء او بيكونوا شايفينهم هن من الصوره الخارجيه انه هن مرتاحين. فكيف فينا نحن نعمل سيطرة على أنه نقارن حياتنا بحياة أشخاص ثانية؟ الإنسان لازم ما يقارن حاله مع حدا المقارنة بتضعف نحن خليقة رب العالمين وقت أنا عم بقارن حالي بشخص ثاني عم قلل من قيمتي الشخصية والذاتية اللي لازم تقارن حالك فيه هو أنت وين إن كنت وين صرت وين بدك تصير وقت أنا بقارن هذا غني وهذا فقير وهذا حلو وهذا بشع بطبيعة الحال أنت عم بتقلل من قيمتك لا المقارنة تكون بالمقارنة الإيجابية لازم أنا أقارن نفسي وين رح بعد كام يوم وين كنت وين صرت فهذه المقارنة هي بحق ضعف مع الذات <applause> أه يعني بالدقائق بي الأخيرة أستاذي اليوم بي. ثقافة تعزيز الثقة بالنفس أو المعالجة النفسية منها موجودة عند الكل اليوم التوجه للطبيب النفسي بشكل مشكلة عند البعض إنه أنا ما بروح لعند الطبيب نفسي ما فيني شيء مع أنه ممكن يكون قاطع بمرحلة بحاجة لهذا لهيئة الزيارة اليوم أو خبير أسري تماما أو حتى الخبراء الأسريين قديش اليوم دور الخبراء أو الأطباء النفسيين بهذا الموضوع بأثر أو كيف ممكن نحن نعالج موضوع الثقة بالنفس تماما نحن وقت بناخد تقنيات كثيرة وما مشيت معنا لازم الإنسان اكيد يروح لعند دكتور نفساني ليحدد نقاط قوته ونقاط ضعفه في نقاط ضعف بنشتغل عليها وبنطوره في نقاط قوه كمان بنزيدها نحن وقت بنحسن الصوره الذهنيه انا والدكتور او اي انسان خبير الصوره الذهنيه الذاتيه وهي بعد حضرتك عم بتقول والمقارنه لازم نحن نحاول قدر الامكان نطلعه من البيئه اللي هو موجوده سواء انا ولا اي دكتور ثاني بيكون في عنده معاناه حقيقيه داخلية بعقله الباطن موجودة وبعدها متخزنة عنده وما بيقدر يطلع منها ورح يضل يواجهها طالما موعي بدها رحلة عند دكتور أو حاول يطلع منها أبدا فالتقنيات الحديثة وفي شغل امتن يا عمي امتن لوجود لو نحن وجود هاي الروح امتن وقت أنا بمتن وبكون بكامل محبة لذاتي صدقني وما بحط اللوم على حدا انا رح كون اكيد سعيد واكيد رح كون بنور رب العالمين منسجمه مع الكون منسجمه مع الطاقه الايجابيه اللي موجوده معي اكيد يعني استاذه طاقتك اليوم عبيت استوديو للصراحه و... ودائما موضوع العمل وتنعمل اللي علينا والتسليم بالنهايه لرب العالمين يمكن هي اكثر طريقه بنكون مرتاحين فيها نفسيا التسليم والقبول وقت بتقبل ذاتي انا بكون عم بحترم الروح الموجوده قدامي الروح الموجوده بقلبي هذه الطاقة أنت بترفعها وأنت بتتحكم فيها من خلال أفكارك ومن خلال أهدافك بالحياة ولما أقول بقول الثقة هي أساس الحياة أساس النجاح أساس كل شيء بالحياة كل الشكر لوجودك كل الشكر لوجودك و... معنا أستاذة وعلى هالطاقة اللي نشرتيها مثل ما قال بشار بالاستوديو أنا كثير سعيدة بهالبسمة الحلوة الله يخليك يعطيكم رم ألف عافية يعطيكم ألف عافية وهلأ مشاهدينا رح ننزل مع كاميرا العالم سوريا لنشوف أجوبة الناس عن شو الطرق اللي ممكن يتبعوها ليخففوا حر الصيف خلونا نشوف الأجوبة بهالاستطلاع الاساليب اللي بتتبعيها لوقايه من حر الصيف اخ من حر الصيف لا تساليني عن الاساليب ما بعرف شو اعمل لحتى انه يعني اتجنب حر الصيف خليكي بالبيت <applause> يعني بس بلبس أبوع بس هيك وبحط واقي شمسي كمان واقي لا ما بحط واقي لانه بشرتي يعني حساسه نظاره طاقيه مثل ما هيك شايفه بحاول اني انا احط طاقيه بس انا ما بحب الطاقيه زياده ممكن نظاره نظارات يعني بس انا ما بحسها هيك هو ماشي الواحد نحن خلقه ما عم نشوف بصير واحد اكثر ما بيشوف. هلا انا مو من احبي هال... هالقصص لا طايه ولا نظارات بصراحه يعني ما بطلع بالشمس بصراحه يعني اكيد قليل امشي بالظل اول شغله ولما أصل البيت اتحمم يوميا يعني حتى لو ما بدي حمم شعري بحمم جسمي وبحاول قدر الامكان ما امشي بالشمس او انه ما بتطلعي بالشمس وخاصه بتضلك بالبيت يعني بس <applause> المشروبات الباردة مثل الكولا والعصير سلاش أكثر شي بشرب مي يعني إذا بدي امشي كثير بالشمس ممكن اشرب مي يعني مي ما فيني اتخلى عن المي أهم شي المي نشرب عصير دائما نخلي السوائل ايه ممكن أنا هيك يعني بعمل بس دائما دائما بتلافى لأني أنا ما بحب الشمس لبس الصيفي منعشات الجسم يعني البس قميص كم وحاول البس شيء قطن. ايه كمان الوان فاتحه مشان حر الصيف يعني الاسود بحاول بعد عنه. آه بلبس انه كفوف بحاول دائما امشي بمكان يكون في. يعني بحاول ما البس كمان كثير يعني قطع خفيفه. بحاول دائما اني انا اكون لابسه ثياب خفيفه ما تخليني اني انا كثير آه تطلع حراره جسمي. أهم شيء يعني الكهرباء والمكيف بيكون بالبيت. الورق مشاهدينا باستخداماته المختلفة ممكن يتحول للوحات مميزة بلمسات فنية وحس مزوق بيتعلق وبيقدر يتفاعل مع هذا الورق. نعم بشار يعني اليوم مع صبية موهوبة بفن الكويلنج اللي, اللي هو فن الورق حتكون معنا آلاء زين الدين لتعرفنا أكثر عن موهبتها اللي صارت مشروع. كيفك أو الحمد لله اهلا, أهلا وسهلا اليوم بلد. ألا. بلد فيكم. يعني كنا عم نحضر تحت الهواء اللوحات اللي جايبتيها حضرتك خلينا بالبدايه حديثنا نحكي عن الاء تعرفينها بحضرتك مجال دراستك شغلك وحياتك اليوميه لا اولا انا الاء زين الدين من ادلب وعايشه بالشام متزوجه وعندي طفل دراستي صارت على مراحل متقطعه يعني واخر شيء وقفت عند البكالوريا ولسه الأمل بالجامعة إن شاء الله, إن شاء الله. آه، شغلي الصبح ربّت منزل والمساء بالكولينج كيف يعني رحتي يعني لهون؟ كيف إجيتي على هذا الفن؟ آه، هو تعلمتي من الإنترنت آه، أو شفتي حدا آه، بيستخدم هذا الفن فحبيتي آه، تشتغلي مثله كيف رحتي لهون؟ والفكرة صارت بفترة الحجر بالكورونا الوقت الطويل والملل اللي صار حبيت أسلي حالي يعني على السوشيال ميديا شفت رفيقتي بالمانيا عم تشتغل هذا الفن <applause> اما دغري سالتها عن اسمه كيف الورق العده الادوات هدول كلياتهم دلتني قالت لي فتحت على اليوتيوب جربت جبت ورق وجربت وبلشت يعني شوي شوي نتطور حلو يمكن في تفاصيل باللوحات بحاجه لطوله بال قديش هذا الشيء صح ولا لا هو هذا الفن بيبين من السهل الممتنع يعني آه. إنه ببين كتير بسيط كتير سهل الشغل فيه بس لما بتدخل فيه بتلاقي فيه صعوبات فيه قصص لازم تركز فيها حتى تطلع تفاصيل حلوة صح. وجميلة للعين يعني صحيح هلأ هو اسمه فن الورق من اسمه اي ورق ممكن نحن يكون موجود عندنا فينا نستخدمه ولا لا في مواد خاصه فيه أه بتستخدميه هلا الورق حصرا مو ورق الطباعه ال 80 جرام ورق الطباعه العادي لا ممنوع هذا نشغل فيه له له سماكه معينه هو بتبلش من 150 جرام ل 210 كحد اقصى يعني بهي السماكه لازم بقى انه تشتغل بحيث تعطي لما تلف اللباقات الورق آه تعطي هذا الشكل الحلو والرونق الحلو، اقل من هيك اقل من هيك بتعطي ركاكه بالشغل بيطلع اللوحات مؤذيه للنظر، واكثر من هيك بتكون كرتون آه بصير بتطعج باللف وهذا الشيء كمان مرفوض بهذا الفن، فحصها من 150 جرام ل 210 اقصى حد يعني. ك كورق وكاستعمال إيه. تمام، ايوه آه رح نروح اليوم للمنتجات، تخبرينا اكثر عن المنتجات يلي عم تشتغليها آه طبيعتها آه هاي التفاصيل موجوده يعني. بشكل عام انا رايحه بشغلي تجاه الطلب يعني انا اكثر شيء لوحاتي بتكون على الاسماء طلب آه. اسماء يعني مشان الهدايا لما آه. نحن بنهدي فبنحب نهدي هديه مميزه باسم هالشخص اللي بدك تهديه طبعا. فانا هون اتجهت هيك اخذت مساري مشان كمان نضيف لسه لمسه اكثر جماليه وهيك تكون من روحي يعني بصمتك. خاصة فيني ايه فانه اتجهت انه لا حاول اني اسال دائما صاحب اللوحة العميل عن كل شيء كل التفاصيل اللي بتخص اللوحة صاحب اللوحة كل شيء وحط لمستي فيها فأي أنه تواريخ أسماء الشيء المخت... المشترك بيناتهم هاي القصص اللي بحبوها ألوان هاي كلها اسال اسال عنها وبعدين اخر شيء نفذ بالورق تمام هلا الاء هون اجى الزبون لعندك لحتى يعمل قطعه مثل ما انتم بتتفقوا على تفاصيلها، هاي القطعه قد ايه منك وقت؟ لا حسب هي التفاصيل قد ايه بتاكل وقت بس كحد وسطي يعني مثل حد اللوحه اي مثل اللوحه يعني اغلب الطلبات بتيجي على من 30 ل 20 هي هي اللوحه بتاكل تقريبا لخمس ست ايام بمعدل خمس ساعات شغل متواصل يعني اليوم انت هديتينا هديه صارت معنا بالاستوديو هي قد ايه اخذت معك وقت؟ اسبوع 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 سبع ايام تماما في سايزات للاحجام يعني هلا شفنا هون احجام مختلفه في تخبرينا اكثر عن موضوع السايزات والقياسات هلا القياس الصغير هو مشان هاي الهديه البسيطه اسم واحد فيكتور mm. واحد انه خرج نحط الفيكتور هو الرسمه يعني مثل هيك مثلا باقه ورد صغيره القياس اللي الكبير هو قياس لوحه دامسكو بتاخذ يعني ممكن نحط فيها اسماء صور تواريخ كل شيء بحبه العميل نحط فيها اللوحه الثانيه الطويلة طويله هي لوحه سميتها الذكريات السعيده لو أي فكل شيء فيه ذكريات من هيك لحتى كمان نوصل اللوحه تعطي روح اكثر بالبيت واللوحه الثعلب هاي اللوحه المربعه لسه حاليا يعني هاي اول منتج اجا لهون يعني لسه ما ما عرضت ابدا تمام إيه. تمام وهي لطيفه ومميزه يعني اعطي اللون وال وال وحتى هيك الشكل يعني هيك انه ايه بتجي ياسا لذيذ رايق خارج نحط بالبيت ويعمل ديكور لطيف تمام هلا كيف بتروجي لمنتجاتك يعني على على السوشيال ميديا او ممكن تشتركي ببازارات كيف بتروجي لهم؟ لا حاليا هو بما انه قلت لكم انا ذكرت قبل انه انا أخذ شغلي لمنحة الطلب طلب الاسماء فكان صعب كثير اني اشتري كبازارات يعني بس بروج شغلي على السوشيال ميديا على منصات الانستغرام والفيسبوك على صفحه الا اند ار انتشرت بشكل كبير يعني والناس حبت كانت داعمه خلال سنتين وصلت صفحتي لعدد لعدد كبير ف انا عن جد تفاجات بهذا العدد وهي محبه الناس اي فحبيت اطور حالي اكثر نزل منتجات جديده هو فن الكونينج بروح لاتجاهين اه اتجاه اللوحات هيك وفي قطع بتساويها 3 d بتكون اه. مجسمات فانا اخذت هذا الاتجاه وعم بشتغل فيه <applause> موضوع المواد الاوليه اذا بدنا نقول عن تامينها وجودها بالفتره الحاليه هلا بنقول انه ورق يعني ورق متوفر، قديش اليوم موضوع توفر المواد بالنسبه لكم كاشخاص عم عم يشتغلوا بهذا المجال؟ يعني هلا من ثلاث شهور ورق بلشت تتوفر، الاول شيء معدم يعني انزل كذا نزل لحتى مثلا امن لون ورق او سماكه ورق يعني مثلا انزل بدي هذا اللون لاقي منه مثلا طبق طبق واحد, طبق واحد. فكان كثير صعب بس استغنيت عنه بطريقه ثانيه انه جيب الورق الابيض والورق الابيض بهاي السماكه متوفر كثير تمام آه. فجيبه لونه باللون اللي بدي اياه وشو قفا قصه شرايط ارجع لون طرف الشريطه وبلش اشتغل فيه فكان شويه متعب ولكن الحمد لله يعني قدرت اتجاوز العقبات الادوات يعني كمان مو انه اذا هي ما انا موجوده انت مستحيل انك تشتغل بهذا الفن في بدائل كمان جربتها والحمد لله هلا حاليا هذا الفن وادواته عم تتوفر عم تنوجد بالمكاتب صار معروف أكتر صار عم شوف في صبايا كتير بلشوا يشتغلوا فيه يعني ايه وبلشت تتوفر يعني ادواته أكتر هلا باخر الفتره يعطيك العافيه لا أخيب. بحكم شغلك اكيد بتقابلي كتير كتير ناس وبحكم أنك تعملي لهم طلبات فكل شخصية ممكن تكون مختلفة الشخصيات اللي بتقابليها اللي بتكون مثلاً معجبة الشغل بنهاية القطعة أنت بتكون خالصة القطعة فما بيعجبها هل ممكن يصير في تعديل أو كيف تتعاملي؟ الحمد لله لحد الان ما واجهت هيك هيك شيء ما ابدا واجهتي. ابدا لانيت انا يعني حتى الخط فابعث لهم كذا خط وهن بيختاروا الخط اللي بدهم اياه لون الخط اللي بدهم فانا احط العميل بكل تفاصيل اللوحة قبل ما بلش اشتغل اي شيء تمام. ولكن حتى انه حتى انا كثير عدت لوحات بالنسبه الي تفاصيل ما تعجبني ارجع عيد فما في اي مشكله بالاعاده عندي، واذا كان العميل ما عجبته اللوحه او فيها تفاصيل ما عجبه برجع بعيد من اول وجديد ما في اي مشكله عندي. تماما، <applause> عمر اللوحه اليوم آه وسطيا قديش ممكن تقعد اللوحه مصنوعه من الورق؟ عمر عمر بحيث ما اجى عليها مي، يعني الورق انه مي بيتلفه وما وب... يعني بتضل ما احلاها بحيث انه ما يجي عليها <applause> الغبره هلا انا طبعا بغلفهم لسه بتغليف شفاف مشان يحميهم من الغبره بس حتى اذا ما تغلفت ما بياثر هذا الشيء عليا بنفاط الغبره بروح بتروح الغبره ويعني بتضل قد ما بدك لوحات الورق الاء اليوم وين حابه توصل المشروع هل حابه تخليه هوايه لا حتى لوقت مثلا خلص مل ولا لا حابه توصل هذا المشروع ليكبر اكثر اكيد حابه استمر فيه لاني هذا الفن ما يعني ما عاد بس هوايه صفه شغف <applause> يعني انا يوميا لازم أقعد اشتغل النهار اللي ما بقعد بشتغل بحس في شيء ناقص أه لا ما بقدر بدونه اكيد اكيد بدنا نطوره اكيد عم له قصص جديده بحيث تكون يكون هذا الفن مختلف مميز هاي اللمسه الابداعيه لازم تكون دائما موجوده فدائما بحاول طور تطور من هذا الفن تماما يعطيك الف عافيه أعطيك الف عافيه الله يعافيكم يا رب ودائما يعني الاعمال المميزه بحاجه لتنظيم نوعا ما وقت حضرتك ربة منزل مثل ما ذكرنا قديش التوفيق بين العمل اليدوي واللي بيحتاج جهد ووقت وقعده وبين موضوع المنزل ومتطلبات المنزل بالضبط هلا مثل ما حكيت هو يعني بشكل عام العمل بده وقت يعني أه حاليا يعني على حساب مو بيتي ولا ابني ولا زوجي على حساب صحتي قله النوم هذا كلياته فانا دائما من بعد من بعد ما يناموا بقعد بشتغل بالساعات احيانا بوصل لساعه أربعة الصبح ساعبه متواصله للشغل بس مع هيك انا مبسوطه فخوره بهذا الشيء ويعني حتى قله النوم هو شيء رائع بالنسبه لي إيه انه خاصه وقت أن الواحد يشتغل شغل بحبه وبيعطي من قلبه رب مثل ما بيقولوا فقديش بتكون هي النتيجه مميزه نعم بالضبط وحتى انه مثلا ما هو والله من نقعد نشتغل فإله اساسات هذا الشغل بالالوان بالعجله اللونيه فهذا كله بيدخل هذا الشيء ساعات العمل على الالوان وهيك هي بتاخذ وقت بس ممتعه ممتعه كثير فاحيانا بتطلع انه صار هذا الساعه هيك بتفاجا أه. فانه الوقت بيمر دغري بسرعه و... صحيح بسرعه قديه عم بيكون هيك أصداء من حواليك ان كان الصبايا بعملك انه انت عم بتوفقي بين البيت وبين الشغل وعم يطلع هيك شيء جميل فأديش هذا عم بيكون شيء ايجابي لصبايا من عمرك؟ كلهم بيقولوا لي انه انت قدوه، انه كثير حلو انك متزوجه وعامله لحالك مشروعك، فهذا الحكي كثير بحفزني اني لسه كمل، اه اه الحمد لله يعني تشجيع اللي حواليك اكيد هذا بيأثر دعم زوجي لإلي هذا بال بالمرتبه الاولى، اهلي اه رفقاتي، يعني هدول بالمرتبه الاولى، اه بعدين انه الحمد لله يعني الحكي الكلمه الحلوه بتشجعك لتستمري وتطوري اكثر دائما يعني صحيح, يعني بالختام بدنا هيك نتشكرك نتشكر جهودك واللوحات اللي شفناها اليوم الالوان المميزه شكرا لكم لك ويعطيك الف عافيه الله, يسلم شكراً كتير إليك الله, يسلم الله يسلمك شكرا كثير لك على تواجدك معنا الله يسلمك وهيك مشاهدينا بنكون خلصنا ساعه دامس سكول اليوم على امل تكون فقراتنا جميله وكانت قريبه بين الطب والمواهب تنوعنا بهي الساعه يعني بشار الحلقة كانت كثير ولطيفة أكيد فاطمة يعني اليوم الحلقة صيفية نوعا ما صحيح؟ يعني موحدين اللون اليوم نحن والضيوف والأستاذ المخرج بالكنترول، أكيد مشاهدينا كل تعليقاتكم وأكيد تعليقاتكم واقتراحاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك ويوتيوب، بالإضافة للويب سايت الخاص بقناة العالم سوريا، لقائنا بجدد معكم بكرة إن شاء الله مع ضيوف ومواضيع جديدة من هلا لوقتها، تبقوا بألف خير.